مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات موسم الرياض في أجواء جديدة ومختلفة وفريدة من نوعها في داخل زون المربع. هذا الزون اللي يضم أكثر من مطعم عالمي في داخله من كافة دول العالم وحاضرة اليوم في منطقة المربع، وهذه المناطق أو هذه المطاعم يا خلفية متغيرة متجددة في كل محمد. بالضبط، تجربة المذاق العالمية محمد هي تجربة مختلفة وتجربة مميزة. خلينا نقول أنه المطاعم جلبت من أماكن كثيرة من في العالم بوصفات محددة، بعض الوصفات يشترونها من برا، عفوا يجلبونها معهم من برا، وبعض الوصفات تجلب طازجة من السوق السعودي. محمد، تجربة المكان هنا في المطاعم الراقية تجربة مختلفة تماما. احنا اليوم يا خلف راح نقدم لمشاهدينا شيء جديد ومختلف غير على ما جرت العادة. اليوم راح نسوي جولة تجريبية لمجموعة مطاعم من أفضل المطاعم تعتبر في العالم في داخل منطقة المربع. يلا خلف نعيش. كيف شهية الأكل معك؟ أنا جوعان صراحة. الآن إن شاء الله حتبدأ جولتنا في داخل المطاعم ونرصد لكم ونقول لكم الأجواء. خلونا نعيش. تفضل يا خلف. الحين بدينا في تجربة أول مطعم من مطاعم زون المربع، هذا المطعم في نيويورك، والحين في هذا المكان. الريحة هنا يا خلف لا تقاوم محمد. من منهات نيويورك إلى الرياض، المطعم له فرع واحد فقط. وين؟ في نيويورك. الفرع الثاني في مربع الرياض. إذن أهل الرياض موعدين بتجربة مختلفة وفريدة وممتعة في منطقة زون المربع. خليني اطلع لك باللغة العربية الفصحى واقول لك انا جوعان. خلاص لك اللي يبغى ترى. يلا بسرعة نلحق عليه. بكل تأكيد احنا فخورين محمد ومبسوطين اكيد انه في الرياض وصلتنا مطاعم بهالجودة بالضبط، وهي فقط حصريا في موسم الرياض. خلينا نقول بعد ما يخلص الموسم وين بيروحون؟ بيرجعون اتوقع بالضبط. فعشان كذا هي فرصة جميلة جدا لتجربة مذاق المطاعم، لان هي فترة وتتغير، وخصوصا انه المطاعم اللي في زون المربع هي كل فترة جلسة تتحدث وتتغير اصلا. فالمطعم هذا ممكن يروح بعد فترة ويجي مكانه براند اخر مختلف تماما عنه، لا تكونوا من المحرومين. أنصحكم تجون. أكيد المربع هذا زون مختلف محمد. بس قبل ما نبدأ بالأكل خلينا نقول للمشاهدين إنه بدل ما تطق تذكرتك وتسافر وتحجز فنادق، شغل سيارتك تعال المربع. فعلا كلام حقيقي. يلا ننتظر الأكل. يلا خلاص الآن بدأت تنزل لنا أول الأصناف في هالمطعم. بدأت الفعاليات. بدأت الفعاليات الجميلة، قاعد أشوف تصاميم ونوعيات وأشكال جميلة. شيء غريب جداً. بعض الأكلات حتى يمكن مختارة بعناية ويمكنها سيجنتشر لهم. شفت إذا قالوا لك العين تشبع يا خلاص؟ إيه. فعلا ممكن العين تشبع من المناظر طبعاً، من التصاميم الجميلة والشكليات الجميلة اللي موجودة في الأكل. مش حاب نبدأ؟ أنا محتار، بس نبدأ بالسلطة اللي هناك. طبعاً أنا عيني على السلطة. يلا يلا. خلف وصلت بعض الأكلات الرئيسية في هذا المطعم، يعني مثل الطبق هذا تشيكن ميزل، دجاج مطبوخ بصوص الميزل.
ريحه لذيذه، ريحه حلوه لذيذه، حبيت ريحه جميله، بس لسه ما بعد جربنا الاكل. بالضبط محمد، يعني اللي عجبني انه طبعا هذا البراون الفيلي مينيون، نتكلم محمد عن اكل من ثقافات متعدده، الطبق هذا مثلا الفرنسي، الاطباق هذه جايه من ثقافات متعدده. خلينا نقول محمد الريحه تكفي ما شاء الله تبارك الله، والله صدق ابدا سم. يلا سمد. بسم الله. شيء خرافي، بسرعه بسرعه. ايش تقول؟ خلف جالس يتلذذ